أكد نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي فهمي الزعرير أن الجلسة خصصت بالكامل للقضية الفلسطينية وتطورات العدوان الإسرائيلي في جميع أنحاء فلسطين خاصة في غزة. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أعرب المسؤول الفلسطيني عن اعتزاز بلاده بحجم المسؤولية لدى أعضاء البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية. الجلسة هذا اليوم مخصصة كليا من أجل فلسطين ومن أجل قضية فلسطين، هذه دورة الانعقاد الرابعة بالفصل التشريعي الثالث، ولكن خصصت فقط لأجل فلسطين، لن يناقش أي موضوع آخر خارج إطار قضية فلسطين. هذا شعور من رئاسة البرلمان العربي ومن أعضاء البرلمان العربي في أن القضية الطارئة والراهنة التي تشغل كل أبناء الأمة وكل مؤسساتها هي قضية فلسطين وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتم في قطاع غزة على نحو خاص، العدوان النشط في كل شبر في أنحاء فلسطين في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة. وهذه الجلسة نحن في فلسطين نعتد ونعتز بحجم المسؤولية والاطلاع بالرهانات الحقيقية لأعضاء البرلمان العربي.